والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. الحلقات اللي فاتت ربما أصلنا لإطار النظري يعني إيه أوبجكت. اليوم هنحاول نلخص ونختم الحديث عن الانترودكشن دي. نقدر نقول إن تعريف الأوبجكت من الآخر ده عبارة عن داتا موديل. يعني ايه داتا موديل يا جماعة؟ يعني اسطمبة. اسطمبة ديت بتقبل حاجات كتير، تقبل انت تستدعيها، ان انت تاخدها وتغير فيها، تدرج الكيان كله، تدرج الكيان وتعمل عليه بروبرتي، تدرج الكيان وتغير فيه. الكلام ده معنى كلمة داتا موديل. جميل، ماله الداتا موديل ده؟ بيسمح لنا تو كومباين بروبرتيز اند ميثودز، بيسمح لنا ان احنا نجمع جوه بروبرتيز وميثودز، وقلنا ان دولت عباره عن الكيان المكون لمعنى كلمه اوبجكت، لان الاوبجكت عباره عن بروبرتيز وميثود. جميل، فور سبيسيفيك داتا سيت علشان غرض معين، ان ستراكشر واي، في تنظيمه او في طريقه منظمه. ده تعريف الاوبجكت. حلو الكلام، جميل خالص. الكورس اللي احنا بندرسه ده بيقول مارتن ده مثال جيد لمفهوم الاوبجكت. ليه يا جماعه مثال جيد لمفهوم الاوبجكت في الكورس؟ لانه ليه مجموعه من البيانات المرتبطه مع بعضها البعض واللي بتدور حوالين منه. جميل، يعني مثلا فينا نقول ان الكورس تبعنا ده ليه مجموعه من البيانات مرتبطه بيه وبتدور حوالين منه، زي مثلا تايتل، زي مثلا انستراكتور، زي مثلا ليفل، مثلا ايا يكن، في حاجات كتير. لو انا بقى كنت بتعامل مع الكورس ده على اساس انه واحده واحده بس، يعني هو كورس واحد بس ما لهوش اكستندنج، ما فيش كورسات تاني، فساعتها انا ممكن استخدم الفاريبلز. ممكن اقول var مثلا كورس تايتل بتساوي مثلا، واكتب اسم الكورس، اقول مثلا var كورس انستراكتور بتساوي، واكتب اسم الانستراكتور، استخدم متغير تالت واقول var كورس ليفل بتساوي، واحط الليفل وانهي السطر بسمي كل الكلام ده. لو انا كنت بتعامل مع كورس واحد، طيب لو انا عندي كورسين، ثلاثه، 10، 100، الحقيقة يا جماعة الموضوع راح يكون صعب جدا. لكن لو انا حاولت اخلي او اعمل اوبجكت للداتا كورس، بالتالي يبقى عندي داتا او عندي كورس داتا اوبجكت، وبعدين يا جماعة استخدم الميثودز مع كل الاوبجكتس اللي تم تعريفها داخل الاوبجكت اللي اسمه داتا كورس، لان احنا عارفين ان البروبرتيز والميثودز اللي بتبقى موجوده داخل الكورس دي بتبقى عباره عن برضه اوبجكتس. جميل، ندخل بقى على الجانب العملي ونقول انا لو عايز اعمل اوبجكت هعمل ايه بالظبط؟ لو انا عايز اعمل اوبجكت بمنتهى البساطه هستخدم جمله var في التصريح عن متغير جديد، ولنفرض انا اسميه كورس واحط يساوي. جميل، النقطه الثانيه نعرف الفاريبل ده كانه اوبجكت جديد. هعملها ازاي دي؟ هتقول والله نيو واوبجكت، وانا هسيبك تاخد بالك اني كاتب حرف الاو كابيتال لوك. حرف الاو في اوبجكت انا كاتبه كابيتال لوك، حرف الاو في اوبجكت انا كاتبه كابيتال لوك. تمام، جميل جدا. النقطه الثالثه بقى نعرف البروبرتيز او الاوبجكت بروبرتيز اللي هي المتغيرات المرتبطه بالاوبجكت ده، مثلا طيب واللي احنا قلنا عليها زي التايتل والانستراكتور والليفل. هنعرفها ازاي يا جماعه؟ هنبتدي باسم الاوبجكت، ها كورس. جميل، ونروح عاملين بيريود او نقطه. حلو، وبعدين نروح كاتبين البروبرتي، ونفرض تايتل. ممتاز،
بعدين حاطين اللي يساوي وما بين دبل برنتس او دبل كوتيشنز راح نبتدي نحط القيمه بتاعه البروبرتي تايتل للاوبجكت كورس. حلو جميل. وانا هكتب مثلا جي اس ممتاز. نحط خاصيه تانية تمام كده. بعد ما انهيت كل البروبرتيز اللي راح تكون الاوبجكت تبعك بيبقى من السهل جدا عليك انك تستخدم مثلا جمله من جمل اظهار الاوبجكت ده. وخلينا نقول يا جماعه كونسول دوت لوك وراح نكتب اسم الاوبجكت وراح عملناها كنترول اس. هتلاقي في اللايف بريفيو الاوبجكت تايتل كاتب لك الحاجات تبعك الانستراكتور اسمه والليفل اسمه والتايتل بتاع الكورس ده عباره عن كذا وكاتبهم لك هم طبعا بالترتيب. كاتب لك الجي اس ده التايتل وبعدين الانستراكتور اسمه وبعدين الليفل تبعه وهكذا. تمام جميل. دي الطريقه. في طريقة تانية بتكون عبارة عن شهور تانية يا جماعة، بتكون عبارة عن طريقة من الطرق المختصرة اللي تقدر بيها تسهل عليها، تسهل عليك أكتر الجانب ده. هتعمل إيه بمنتهى البساطة؟ هتستخدم جملة فار وبعدين هتبتدي تكتب اسم الأوبجكت بتاعك. هتحطيه يساوي وتفتح اثنين كيرلي بريسز، ها تفتح وتقفل كيرلي بريسز وتبتدي تعرف، ها هتبتدي تعرف البروبرتيز اللي هتتحط جوه الاوبجكت ده. ها مثلا تايتل وهتروح عشان تسند قيمه هتروح تحط كولن، ها المره دي وتحط القيمه بتاعت التايتل مثلا كان عندي جي اس. حلو جميل. بفصل ما بين في الطريقه دي او في الشور ذا ميثود دي بفصل ما بين الاوبجكتس ما بين البروبرتيز ديت يا جماعه بين بالكوما. المره دي مش هحط بدل سيمي كولين كوما. بعدين هيبقى مثلا عندي الانستراكتور هحط الكولين وابتدي اكتب مثلا اسم الانستراكتور كوما الليفل كولن واحط مثلا الليفل تبعي واحد. طبعا في الاخر انا مش محتاج علشان اخر اوبجكت او اخر بروبرتي في الاوبجكت ده انا مش محتاج اني ايه مش محتاج اني احط يعني انا مش محتاج اني احط كوما تاني. وهستدعي برضو كونسول دوت لوج على فاريبل على الاوبجكت ده واعمل كنترول اس الاقي انه برضه بيظهر لي نفس السيناريو اللي انا كنت عملته من شويه والسطر اللي فوق كان نايم. ديت يا جماعه او ده عباره عن الجانب العملي شويه لمفهوم الاوبجكت وازاي نعمل كرييشن للاوبجكتس. نقطه اخيره قبل ما اختم بيها السيشن. الاوبجكت يا جماعه ممكن يتضمن جوا منه تقدر تحط جوا منه داتا للاوبجكت بروبرتيز فانكشنز وميثودز. يعني ممكن هنا تحط فانكشنز وميثودز بس انا مش راح اتعمق في الجانب ده لان احنا لسه ما غطيناش اساسا بشكل كبير الميثود ويمكن نكون اتكلمنا عن الفانكشنز بس لسه ما غطيناش برضه مبدا الميثود ايش. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.